احمد، قائمه المنتخب اللي اعلن امبارح كارلوس كيروش قائمه تبدو منطقيه، يعني حتى الاسماء الجديده اللي فيها مش مفاجآت بشكل كبير، رايك ايه؟ اتفق تماما، هي قائمه مبدئيه. لو قعدنا نتكلم عن المراكز او الاسماء اللي كان فيها حديث عليها امبارح من النهارده، هناخد مركز مركز. مثلا كان الاول حاجه الباك اليمين، لما اتقال ان هو ليه عمر جابر ومستواه مش افضل حاجه الفتره الاخيره، هنلاقي ان هو انضمام عمر جابر كان بسبب اصابه محمد هاني الاخيره اللي تاكدت غيابه عن المباراه، فبالتالي مع غياب اكرم توفيق اللي هو اساسا كان الظهير الايمن الاساسي، بالتالي عمر كمال اللي هيكون الباك اليمين الاساسي لمنتخب مصر في المباراه، بديله غالبا حتى لو لا قدر الله حصل لعمر كمال حاجه في الماتشين هيكون اعتقد امام عاشور مش عمر جابر، ولكن عمر جابر موجود لانه بيعرف يلعب في المركز الباك اليمين وبيعرف يلعب كخط وسط وليه اكتر من مركز، ودي النوعيه اللي بيحبها كارلوس كيروش. فبالتالي وجوده منطقي مع خبراته طبعا وامتلاكه لخبرات التواجد مع المنتخب. صحيح. دخول ياسر ابراهيم ومحمود علاء، انت عندك حجازي مصاب، عندك محمود علاء مستواه متراجع فعلا الفترة الأخيرة، ولكن خلاص انت لازم تاخد عدد معين من قلوب الدفاع. لو ما كانش موجود ياسر ابراهيم او محمود علاء كانت مين الاسماء اللي هتكون موجودة؟ علي جبر مثلا او احمد سامي من بيراميدز، مش هتفرق كتير في الكواليتي ما بين الاسماء اللي موجودة والاسماء اللي خرجت. فبالتالي منطقية لما تخش على نص الملعب الاختلاف اللي حصل ايه، دونجا دخل مكان مهند لاشين، اولا مهند لاشين مستوى متراجع من بعد البطوله، ثانيا هو خرج مصاب اخر ماتش، فبالتالي انت مش بطوله، انت مش بتختار البطوله، فممكن تاخد لاعب تجهزه، انت بحاجه واخد لاعب علشان يلعب ماتشين يعني يبقى جاهز 100% يا اما لا. وبصراحه دونجا عامل مباريات محترمه مع بيراميدز في الفتره الاخيره، ودونجا عامل مباراه محترمه. عوده قفشه برهونه برضو بان بسبب قصدي ان عبد الله السعيد اعتزل، فانت لازم يكون عندك صانع العاب. واخيرا الهجوم، ان هو مش موجود محمد شريف مثلا، فخلاص احنا اثبتنا 100% وتاكدنا ان محمد شريف مش مناسب لطريقه كارلوس كيروش، وهو بيحب الاساسي عنده مصطفى محمد، سجل او مسجلش هو الانسب لطريقته. صح. سواء بيسجل او لا، والبديل بتاعه هو مروان حمدي. عدم وجود ابراهيم عادل واحمد عبد القادر اللي انا كنت اتمنى وجودهم بشكل شخصي، ولكن في الاخر سواء تواجدوا او لا فانت عارف ان الاساسيين بتوعك هم محمد صلاح، هم تريزيجيه او مرموش ايا كان منهما، وزيزو هو البديل الاول. صح. بتاعك. فلو كان وجود منهم واحد انا كنت هكون سعيد لانه كان هيبقى حل كويس، ولكن عدم وجوده ايضا بالنسبه لي مش كارثه تستحق المناقشه بشكل قوي. هايل.